تخشى موسكو امتداد الصراع السوري إلى الدول المحيطة، خاصة بعدما أدى القصف الجوي والاشتباكات بين أنصار النظام السوري ومعارضيه إلى نزوح 100,000 شخص من أصل 150,000 فلسطيني يقطنون في مخيم اليرموك الذي تعرض للكثير من الدمار. وفي سؤال حول احتمال انتصار المعارضة ورحيل بشار الأسد، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة خاصة مع محطتنا: أنت تعرف في هذه الحرب لن يكون هناك فائزون، لأنها حرب الدمار المتبادل. حاليا تحدث أشياء رهيبة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحوله. هناك محاولة لجر الفلسطينيين في هذه الحرب الداخلية. وحول ما إذا كانت روسيا مستعدة للاعتراف بائتلاف المعارضة السورية، قال لافروف: نحن لسنا في حاجة إلى الاعتراف أو لا بأي كان. نحن نعمل بلا استثناء مع جميع المجموعات التي تمثل هذا التيار أو ذاك من المعارضة السورية. بنفس الطريقة سوف نعمل، نحن على استعداد للعمل مع الائتلاف الوطني أو مع أي فصيل آخر سوف يظهر على الجانب الميداني للمعارضة السياسية. ليس الاعتراف أو عدم الاعتراف مهما، بل المهم هو دفع الجميع في نفس الاتجاه. هذا وتواصل قوات المعارضة تدريباتها في عدد من المواقع السورية لحسم المعركة عسكريا، بعدما باءت بالفشل جميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف الذي خلف آلاف القتلى في سوريا.